المرحوم أنوار بن الخال اللي راح ضحية ديال جريمة بشعة، جريمة نكراء بربرية حقيقية، اللي جريمة قتل وذبح هذا، اللي تصابت الأسرة ديالو الكبيرة والصغيرة وكذلك الشعب المغربي كامل، لأنه ما تقبلش هذه الجريمة، حيث أنه الأم ديالو نهار الجمعة وهي كانت مشوشة عليه جرت مجموعة اتصالات تليفون بولدها لم يكن يجيب، والأم ديالو أستاذة ديال التعليم وأبوه كذلك أستاذ ديال رجل التعليم، العشية كاملة والليل كامل كيتصلوا به ما كان جواب ما كان رد، اتصلوا كذلك بالحارس ديال العمارة بالليل ما كان تقال ما موجودش، ما اضطرهم نهار السبت أنهم صباحة السبت يجيوا للمنزل، ولأن المنزل ديالهم فتحوا المنزل ففوجئوا بمنظر لا يمكن لأي بشر أن يتحمله، فكيف بأم أن تتحمل أب برؤية ابنهما مذبوح في بركة من الدماء، زعما واخا هذا المنظر واخا عاودتو شحال مرة فيما كنتذكرو إلا وكاين الألم الشديد، لأن جريمة بشعة مهما كانت الأسباب والمبررات ما يمكنش إلا الألم على هذه الجريمة. بعد ذلك كانت الاتصالات بالأمن والاتصالات اللي حاولوا يجريوا مجموعة ديال التحقيقات، الآن في الاتصالات بعد اللي مشينا ودفنا المرحوم يوم البارحة، الجنازة كانت مهيبة اللي عرفات حضور ديال المئات ديال الشباب، لأن الشاب وكان شابا محبا للحياة جانب مرضي الوالدين، شاب كل الشباب عجبوا الحال وعجبوا حياته وكيقرا في الثالثة جامعية وغيرها، لأن واخا العثور على القاتل والقتلة ولا القاتل المجرم ولا المجرمين ما عيرتش الروح ديال الشاب أنوار، لكن على الأقل شي شوية غادي يطفي، وعلى الأقل هاد المجرمين هاد الوحوش غادي ياخذوا الجزاء ديالهم الجاني باش ياخذوا الجزاء ديالهم اللي كيفرضوا القانون، لأن مهما كانت القضية ما يمكنش يذبح إنسان، ما يمكنش تسحق روح هكاك. الانسان ما عند الدري ما عنده شي اعداء، ما عنده شي حاجه اللي عنشكو، ما عنده شي اعداء ولا عنده خصوم، شاب مشفعم بالشباب تيك توك عنده فيسبوك ديالو عنده كله، ما في من عاد شك، صعيبه نشكو في شي حد ولا تشك في شي واحد، ما يمكنش الحساب ديالو اللي تمساح من هو دابا هذا اللي داروا الجريمه واللي داروا الجريمه والقتله حاولوا يحيدوا اي اثار، مسحوا الفيسبوك ديالو التيك توك ديالو داو التليفون ديالو داو له البيسي بورطابل، هادشي اللي كان يعني ما كانش شي اثار ديال العنف ولا ديال التخريب ولا سرقه كبيره ولا شي حاجه اللي في المنزل، كيبين بانه يمكن القتله ملي دخلوا الدار كيما دخلوا بهدوء وخرجوا بهدوء، ما لان الام ديالو في وضعيه والعائله في وضعيه ما يمكنش يتمناها العدو ديالك، فبالاحرى الانسانه بكر ديالها ولدها الكبير وشو نعم. عندها اربعه ديال الوليدات، اربعه ابناء اللي عندها وهذا هو البكر، هذا هو الكبير ديال الاسره. ايوا رحمه الله والله يصبر والديه والله يصبر والديه، وان شاء الله ستظهر الحقيقة إن شاء الله. الرسالة توجه المغاربة اللي تعاطفوا معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الرسالة ديال المغرب اللي يمكننا نقول لهم كاملين كنشكرهم على التعاطف، وكنعتبروا بأن أنوار هو يمكن كلنا عندنا أنوار، كل واحد فينا يمكن يكون الابن ديالنا، كلنا يمكن هذا الاحتياط، لأنه وخص نداء آخر سلطات الأمن، لأن مع الأسف الأمن ما بقاش، الناس ولات متخوفة من الأمن، خاص يزيد من الأمن بالناس الشعور بالأمن والشعور بالاطمئنان عند المواطن المغربي.